السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من استاد الأهلي. النهارده طبعاً ليلة مباراة الأهلي والمقاولون العرب، إن شاء الله سوف تقام في السادسة مساء الغد إن شاء الله باستاد القاهرة. كل التوفيق لفريقنا. يمكن من يومين بس أو من ثلاث أيام الأهلي لعب المقاولين، الحمد لله كان فوز مستحق للنادي الأهلي، 3 نقاط مهمين جداً في مشوار الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم، وأكيد كل الأهلاوية حابين شكل فريقهم، حابين الثقة والأداء الفني والنتيجة المميزة جدا اللي مع فريقهم في الأيام الماضية والأيام القادمة إن شاء الله من خلال الأداء الجيد والنتائج الجيدة لفريقنا باستمرار. طبعا النادي الأهلي في المركز الأول حاليا برصيد 57 نقطة، أما المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 31 نقطة. المقاولون العرب في المباراة السابقة كان في المركز السابع في قبل مباراة الأهلي النهاردة أو بكرة إن شاء الله هيكون قبل المباراة في المركز الثامن. طبعا دي أهداف المباراة، أولى الأهداف كان عن طريق باكا المتميز واللي بيقول أنا موجود وعايز أكون موجود ضمن نجوم النادي الأهلي في الفترة القادمة، وأدي النادي الأهلي أكيد هو حاسس بالقيمة اللي موجودة بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، فبالتالي وجوده امبارح كشكل اساسي وكلاعب اساسي ثقه من كابتن حسام البدري ليه نتيجه المباراه اللي اداها او التدريبات اللي اداها في الفتره السابقه والمباراه امام منتخب انديه او منتخب نجوم السعوديه، وكان هدف رائع احرزه. طبعا احرز هدف ايضا رائع في هذه المباراه، ثم ايضا وليد ازارو بيحرز هدف الثاني للنادي الاهلي وواحد من هدافي الدوري الممتاز في التوقيت الحالي. ان شاء الله في ظل القوه الهجوميه الكبيره للنادي الاهلي عنده فرصه كبيره جدا وليد ازارو انه ياخد لقب هداف الدوري، ولكن بشرط الاجتهاد والتركيز اكثر من ذلك لوليد ازارو ان شاء الله في المرات القادمه. اي فرصه تجيله لازم احراز الاهداف. طبعا يعني عبد الله السعيد وجونر اجاييه اثنين ثنائي رائع، عبد الله السعيد بيحرز هدف رائع ايضا، حاجه جميله جدا جدا. القوه الهجوميه عند النادي الاهلي اعتقد حاجه مميزه مطمئنه لينا بتطمننا بشكل كبير، ولكن اما نيجي نتكلم على مباراه الغد مباراه المقاولون، طبعا زي ما بقول لكم في ناس تقول لك المباراة عشان وقتها قصير فبالتالي النادي الاهلي هيلعب بنفس الاداء بنفس الشكل بنفس التشكيل، لكن كابتن حسام البدري دايما بيبقى ليه وجهة نظر في كل مباراة، دايما اللاعبين بيبقى ليهم طموح مختلف في كل مباراة. هو هنا نادي المقاولين هو هيتعامل ازاي مع النادي الاهلي؟ يعني ما شاء الله احنا نيجي نبص كده من بداية الموسم وحتى الان النادي الاهلي بيتعامل بنفس السيستم بنفس الشكل بنفس طريقة اللعب، ولكن طبعا الشكل والهارموني اللي موجودة بالنسبة للاعبين وصلت للتوب فورم زي ما احنا بنتكلم او في لغة كرة القدم لمستواها العالي جدا، فبالتالي بتلاقي ان كل واحد حافظ زميله فين بيتحرك ازاي بيتعامل ازاي. اجاييه قبل كده بكعبه بيدي لعبد الله، امبارح برضو او اول امبارح في مباراة المقاولين برضو ثنائي قوي جدا اجاييه وعبد الله، كان قبله مؤمن، يعني اللاعبين كلهم ماشيين بشكل مميز جدا مع بعض وهارموني ما شاء الله عليه. نتمنى ان احنا نمسك خشب طبعا، ونتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى ماشيه في نفس المستوى اللي احنا شايفينه. خلينا نروح اطمن على فريقنا النهارده. طبعا كان في تمرينه الاخيره قبل المباراه مع زميلنا محمد سعيد، من يعني اكيد هيطلعنا على القائمه وهيطلعنا على بعض الامور الخاصه بفريقنا. محمد مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهديك الكرام. تحياتي ليك يا محمد. اكيد استعداد ايضا لمباراه المقاولون اللي ممكن من يومين فقط كانت فيه مباراه، ولكن الاستعداد بيبقى مختلف. انا دايما بقول النادي الاهلي متعدد الطموح او طموحه بيختلف من مباراه لاخرى وبيزيد اكتر، فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا. طمنا على الفريق يا محمد. يعني بالفعل انا عايز اقول لك ان الجهاز الفني وصف المباراه وكانها مباراه كؤوس من 96 ساعه بالظبط، كان الاهلي واجه المقاولين في اللقاء المؤجل وبيستعد لمباراه الغد، والجهاز الفني حذر اللعيبه من ان الفوز على المقاولون او النتيجه او الشكل السهل اللي ظهر في مباراه الاهلي والمقاولين المؤجله مش هتكون مقياس على مباراه الغد باذن الله في الاسبوع 23 للدوري، فبالتالي الجهاز الفني كان ليه كلام مع اللعيبه في المساله دي بشكل كبير جدا خلال اليومين اللي فاتوا. قائمه المباراه اللي اعلنها النهارده الجهاز الفني يمكن تشهد غدا دخول عنصرين جداد قد يتواجدوا في 18 لاول مره، علي لطفي هيكون على دكه البدلاء لمحمد الشناوي الحارس الاساسي غدا، وايضا موجود محمد شريف المنضم حديثا من وادي دجله هيكون في صفوف الفريق غدا في القائمه، فبالتالي ده ابرز حاجه في القائمه التي اعلنها الجهاز الفني منذ لحظات قبل دخوله في معسكر مغلق.
النهارده دخول ايمن اشرف بالتقسيمه الجماعيه والمشاركه الفنيه مع الفريق طمن الجهاز الفني بشكل كبير على شكل خط الدفاع بكره، لان ضابط باسم علي بالامس ارتكت الحسابات ان لا قدر الله لو ما كانش ايمن اشرف النهارده رجع في المران الجماعي كان هتبقى مشكله كبيره جدا، لانك ممكن توصل بمرحله انك كنت تلعب ثلاثه في خط الدفاع، احمد فتحي، محمد نجيب، صبر الرحيل، لان محمود الجزار لسه منضم حديثا والجهاز الفني خلال التدريبات الاخيره بيهتم معاه كثيرا، وايضا محمد عبد المنعم ده مدافع صاعد من مواليد 98، فكانت بتبقى مشكله كبيره حتى في مباراه المقاولين او حتى في المباريات القادمه، لكن دخول ايمن طمن الجهاز الفني على الشكل الدفاعي نوعا ما في مباراه الغد. بخلاف ذلك نفس التشكيله او نفس القائمه اللي خاضت لمباراه المقاولين المؤجله هتكون نفس القائمه المتواجده بكره، اضيف اليها بس اللاعب رقم 22 في القائمه هو محمد شريف زي ما قلت لك كابتن فاروق المنضم حديثا من وادي دجله. طيب التسليم كان خفيف. اتفضل كابتن فاروق. لا طمنا على المصابين، يعني برضو واحنا بنتكلم كده ما احنا بنعاني في الفتره الاخيره من اصابات خصوصا في خط الظهر، يهمنا طبعا ان احنا عايزين نعرف مين الاقرب في الفتره القادمه، علي معلول اخباره ايه؟ يعني جماهيرنا طبعا حابه تعرف اخبار فريقنا واخبار مصابين اللي موجودين في الفريق. انا عايز اطمنك على علي معلول، يعني دكتور خالد محمود النهارده طبيب الفريق انا كنت سالته بخصوص لحاق علي معلول بالمباراه القادمه، هو قال لي هيكون موجود يعني اذا امكنت الظروف قبل مباراه الاسيوطي او بعد مباراه الاسيوطي على طول، لكن بأي حال من الاحوال لسه محتاج علي حوالي يومين او ثلاثه عشان يقدر يخش بالظبط المران الجماعي. النهارده حتى الكابتن حسام البدري قعد مع علي واتكلم معاه قبل ما ينزل للمران التاهيلي حوالي خمس دقائق في الملعب. كابتن حسام بيطمن من علي حتى حالته واستعداده تاهيله خلال الفتره الحاليه. سعد سمير ايضا بيواصل التاهيل، احمد حمدي بيواصل التاهيل، لكن اقدر اقول لك احمد حمدي يعني بكره هيكون في مران المستبعدين، لكن بعد مباراه المقاولين هيكون موجود في المران الجماعي باذن الله. لا يتبقى بقى سوى موضوع رامي ربيعه، هو في المانيا حاليا هيرجع بعد شهر. وباسم علي يعني اصيب اول اصيب امس يعني اصيب بالامس في نهايه المران في العضله الاماميه، لكن لسه الجهاز الطبي ما حددش بالظبط مده غياب باسم ان هي اصابه في العضله الاماميه، لكن درجه الشد نفسها يعني استاذ باسم هيعمل اشعه وهيتحدد على مستقبلها يعني امكانيه ان هو يلحقه بالمباريات القادمه، لكن ضغط المباريات وتواليها شهر 2 احنا قدامنا اربع مباريات على ختام هذا الشهر شهر فبراير، يعني من الصعوبه انك تجد فرصه لاعداد لاعب وتجهيزه حتى مباراه وديه بعد شفائه عشان يقدر الجهاز الفني يحكم ان هو يكون موجود معاه في المباراه ولا لا، لكن الجهاز الفني بصراحه يعني بيتعامل مع المساله دي بدقه كبيره جدا، واميز ما متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي ان في كذا لعيب، كان حتى كابتن احمد ايوب كان قال الوصف ده، قال لي في كذا لاعب جوه الفرقه يطلق عليه لقب الجوكر ان يقدر يغطي كذا مركز جوه ده حقيقي خلال المباريات الاخيره. دي حقيقه يا محمد. طب يعني بالنسبه انا برضو يهمني برضو الاجواء داخل النادي يا محمد، الاعضاء والجماهير اللي داخل النادي الاهلي احساسهم بفريقهم ايه دلوقتي؟ لان الحمد لله احنا عارف الثقه الكبيره اللي موجوده عند جمهور النادي الاهلي بعد المباراه الاخيره والنتائج المميزه، اعتقد برضو جماهير النادي الاهلي اللي موجوده باستمرار وبتتابع التدريبات بيبقى ليها كلام جانبي، انت اكيد بتبقى متواجد بشوفك دايما باستمرار بتبقى قاعد معاهم يا محمد. حقيقه كابتن فاروق انا عايز اقول لك على نقطه النهارده حتى يعني استنبطتها كده في الحديث مع بعض الاعضاء وحتى الجماهير اللي بتبقى متواجده حوالين النادي. الناس كلها سعيده بالشكل اللي الاهلي بيأدي بيه في التوقيت الحالي، وسعادتهم جايه ان التوقيت ده مهم لان احنا عندنا بطوله افريقيا، يعني حتى الجمهور من وعيها ومتابعتها لفريق الكوره شايفه ان التوقيت اللي الفريق فايق فيه جايه في توقيت ان الفريق عنده بطوله افريقيا بعد شهر، فده شايف توقيت مهم جدا. ومش هخفى عليك سرا وانا حتى بتكلم مع بعض من الاعضاء والجماهير على اداء الفريق في الفتره الحاليه، قال احنا عارفين الاهلي حسم الدوري بنسبه كبيره، ان الاهلي في مرحله مختلفه تماما عن باقي الفرق في الدوري. صحيح. لكن حتى تخيل ان حتى الجمهور مش عايز يقول حتى في اللقاءات واحنا بنسجل معاهم، قال بس احنا مش عايزين نقول كده عشان ما نصدرش للفريق ان المواجهه سهله او البطوله اصبحت سهله. يعني وعي الجمهور وصل لمرحله انه حتى بيدعم الفريق في التوقيت ده وسعيد بالاداء والمستوى، لكن بيقول لهم لسه اللي جاي اصعب عشان ما تحسوش ان البطوله خلصت او المباريات القادمه اسهل. فلا في انا شايف ان في انسجام ما بين الطرفين، ما بين الفريق بيلعب مباريات وما بين الجمهور مستمتع باداء الفريق وعارف مصلحه الفريق ازاي في المرحله الجايه ان شاء الله. يبقى كده احنا بنتكلم في الملعب هينعكس في الملعب لما يبقى في جمهور يدخل خلال الفتره القادمه يا كابتن فاروق اكتر على اللعيبه كمان ان شاء الله. يا محمد يعني احنا النهارده كان في اجتماع هتكلم عليه طبعا من خلال الاخبار، لكن بشكرك يا محمد وان شاء الله كل اللاعبين المصابين يرجعوا بالسلامه وكل اللاعبين المتواجدين حاليا زي ما احنا شايفين. شكرا محمد. طبعا زي ما احنا شايفين باسم موجود، صبر رحيل موجود.